الآن وحصريا جذب عود على طيب حشيم عقوب مكرم ضيوفه ومن جاف عد رواه جدي جعل قفرة سقيها سيول لن ذكر في حادك الندم بالعين يا هوى ندم بالعين يا هوى ازدحم راسي من الفكر والمعنى يطول وتنقى بين الان يا شوى نبر هوى شرد الافكار ما تعطي انصاف العلوم والقصيدة حبكها فن وعلى مستوى في بدي حلي شرف فعل لو اقوم والله ان الذوابيس شاف المحتوى خالي والمكارم ما هي عند ميول هو نباها الطبع هذا قناد والخوى هو نباها الطبع هذا قناد والخوى مسعد اللي فجوازم يخلصها عجوز موقف حضر وغير ترى ملك لو جاذب عود على طيب حاشيهم عقوب مكرم ضيوفه ومن جاه في عده رواه جد جعل قفرة ساقيه سيول لن ذكر في حال كل ندم بالعين يا هوى من هلا شرف لها لا تعلى جمع المهول لحظة التاريخ والسيف بدم برسول العدو ما المدال احتلنا في الخيول من تبك خيولنا عن ما يلقى هوى صابت هنا فبعد ما اصاب من الذهول هو نوى وجعت الخساير على من هو نوى هدي يا حين الصناديد وكبر الفعول للخصم جرح ما يبرى ولا صاحب دوا للخصم جرح ما يبرى ولا صاحب دوا ازدحم راسي من الفكر والمعنى يطول وتنقى بين الابيات ونبر هوى شرد الافكار ما تعطي انصاف الحلول والقصيده حبكها فن واعلى مستوى في بدي حلي شرف فعل لو اقوم والله ان الذوابيس شاف المحتوى خالي والمكارم ما هي عند ميول هو نباها الطبع هذا قناد والخوى هو نباها الطبع هذا قناد والخوى مسعد اللي فلوا يخلصها عجول موقف حصر وغير ترى ملك لوا جاذب عود على طيب حاشيهم عقوب مكرم ضيوفه ومن جاه في عد رواه جد جعل قفرة ساقيه السيول لن ذكر في حال كل ندم بالعين يا هوى من هلا شرف لها لا تعلى الجمع المهول لحظة التاريخ والسيف بدم برسول العدو ما المدال احتلنا في الخيول من تبك خيولنا عن ما يلقى هوى صابت هنا فبعد ما اصاب من الذهول هو نوى وجعت الخساير على من هو نوى هدي يا حين الصناديد وكبر الفعول للخصم جرح ما يبرى ولا صاحب دوا للخصم جرح ما يبرى ولا صاحب دوا استديوهات همسة فرق.